اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة حمزة ذا فيبر. على الرغم من ان البودات دلوقتي تعتبر اجهزة اقتصادية وقلب كتير انك تشتري مود وتانك وبطاريات، الا ان الشركات برضو بدأت تتنافس في ان هي تعمل فئات اقتصادية اكتر من البودات الاقتصادية دي. فهل البود اللي هيطلع كفئة اقتصادية هتبقى امكانياته اقل بكتير من الفئة العادية او الفلاكشيب اللي بتقدمها الشركة، ولا هيطلع قيمة مقابل سعر اكتر؟ خلينا نشوف. لو انت متابع القناة هتلاقي ان عندنا شغف في ان احنا دايما نشوف الاجهزة الجديدة اللي بتنزل من شركة يوال. وانا بالنسبة لي الشركات القوية في البود سيستم الموجودة في السوق هما 3 شركات، جيج فيب، اوكسفا، وطبعا يوال. واخر بود ليهم كان عامل ضجة كويسة والاداء بتاعه كان هايل جدا، كان البود الجي 3 والنسخة المربعة بتاعته الجي كي 3. فالشركة طلعت اصدار جديد من بود جي 3 ولكن اسمه جي 3 لايت. من الواضح طبعا ان العلبة وزنها اخف وحجمها اصغر بكتير، بس ايه اللي موجود جوه وشالوا ايه وضحوا بايه عشان يقدموا نسخة اللايت دي؟ يلا نشوف دلوقتي في الانبوكسنج. دي العلبة من قريب بقى للكاليبرن الجي 3 لايت، وهتلاقي اللون موجود من فوق مكان ما بتقطع كده العلبة. الجهاز بيجي بكارتج واحدة، وده اول جهاز من شركة يوال اشوفه بيجي بكارتج واحدة بس. ممكن تكون كانت فيه نسخ تانية لاجهزة ما نزلتش مصر، ولكن من اول الكاليبرن جي لحد الجي 3 لايت ده اول جهاز يجي فيه كارتج واحدة فقط. بيجي معه طبعا اليوزر مانيوال وموجود بالانجلش بس من غير العربي. وده شكل البود اللي هتلاقيه جوه، وخليك عارف ان مفيش كابل يو اس بي موجود معاه ولا في كارتج زيادة. التكستشر بتاعه البود هتلاقيها تحسها مخططه كده وبتخرفش كده، شكلها جميل الصراحه. وزنه خفيف، اعتقد نفس وزن الجي 3 رغم ان هو فيه مفاجاه هنتكلم عنها كمان شويه. بالنسبه للكارتج اللي بتيجي بتبقى راكبه 0.6، وهو طبعا شغال على نفس الكارتج بتاعه الجي 3 اللي هو ال 0.6 وال 0.8 وال 1.2. موجود هنا سنسور اللي هو هتلاقيه بينور معاك لما بتاخد نفس او لو الكارتج مش راكبه، وطبعا اللي بتعرف منه مستوى البطاريه. لو مشحون من 100 ل 70% بينور اخضر، من 70 ل 30% بينور ازرق، وتحت 30% بينور احمر. هتلاقي من ناحيه موجود جي 3 لايف مطبوعه تحت كده خفيفه، ومن الناحيه الثانيه موجود كلمه يوال. المكان بقى بتاع كابل الشحن هو طبعا بيتشحن بكابل يو اس بي تايب سي، هتلاقيه موجوده من الجنب مش من تحت زي معظم البودات بتاعه يوال. لو قارنا فتحه الاير فلو بقى اللي موجوده في البود ده بالجي 3 او بالجي كي 3 هنلاقي ان هي الفتحه وسعت جامد، فبالتالي الناس اللي بتحب تشرب نفس شيشه لو قلبت الكارتج على الفتحه الواسعه مع الاير فلو دي هيبقى بيدي نفس شيشه ممتاز جدا. وفي نفس الوقت لو عايز نفس ام تي ال هتجيب كارتج ال 1.2 وهتحطها على الفتحه الضيقه. الكارتج اللي راكبه اهي ال 0.6، ودي الفتحات اللي بنتكلم عنها، الفتحه اللي من هنا دي بتدي نفس واسع والصغيره بتدي نفس اضيق. وطبعا الكارتج بتاعت الجي 3 موجود منها نوعين، نوع بيتملى من الجنب شبه الكارتج دي، وفي نوع تاني اللي هو بيتملى من فوق. في ميزه تانيه بقى في ديزاين البود ان الجسم اللي هنا اللي بيتحط فيه الكارتج تحس كده كانه ازاز، ولكن هو بلاستيك شفاف، وده ميزه هايله عشان لما تحط الكارتريج تبقى دايما شايف مستوى الليكويد من اول الكارتريج لحد اخرها، فده هيقلل بنسبه كبيره فرصه انك ما تاخدش بالك ان الليكويد خلاص وتلبس دراي هيت يا معلم. المفاجاه بقى في البود ده ان على الرغم من ان هو لايت فيرجن هو نازل فعلا معاه كارتريج واحده ومن غير كابل، ولكن البطاريه 1200 ملي امبير. طب يا جماعه ما البطاريه دي كانت اولى تبقى في النسخه الجي 3 كنتوا تخلوا الصغيره ال 1000 مللي هنا، بس ده تطور حلو جدا، ولان ملهوش شاشه فالبطاريه بتديك عمر استخدام طويل جدا مقارنه بالجي 3 وبالجي كي 3، وبرده البطاريه دي بتتشحن بسرعه جدا. يوال بقى كمان دخلوا في عالم الديسبوزبل، عملوا ايه؟ عملوا كارتج الجي 3 اللي هي كومباتبل مع الجي 3 والجي كي 3 والجي 3 لايت، مليانه بليكويد اصلا من عندهم، وعندهم فليفرات كتير، يلا نجرب منها. فزي ما شفنا في الانبوكسنج مفيش اختراعات جديده في الجهاز ده، هو المفروض بس هيتقدم بسعر افضل بكتير، ونفس الكارتجات بتاع جي 3 بس طبعا البطاريه ادائها هايل جدا. تعالوا نجرب بقى الكارتج المليانه من عندهم، هي اوريدي معايا 3 فليفرز، جريب ايس وتشيري كولا ويوال بول، وغالبا دي
زي ريد بول يعني هيبقى طعم الانرجي. فدي اللي هنبدا بيها. الكارتج دي بتيجي بمقاومه 0.9 بس هتلاقي الاختلاف هنا ان ما فيهاش موضوع الفتحتين اللي هي واحده كبيره وواحده صغيره، لان طبعا الليكويد اللي موجود هنا هو سولت نيكوتين، الفتحتين هنا يعتبروا الضيقين. تعالوا نجربهم. وخلي بالك ان الكارتج المليانه مش بتحتاج بقى موضوع ان انت تستنى على القطنه شويه وبتاع، دي بتركب وتشرب على طول. غالبا الليكويد اللي هنا ده 25 نيكوتين او ماكسيمم 30 نيكوتين مش اكتر من كده. والكارتج هنا هتلاقيها اللي هي المعتمه السودا خالص، وكده كده مش فارق معاك مستوى الليكويد، انت تفضل تشرب لحد ما تحس بطعم الشياط. الفليفر الاول اللي هو الريد بول ده هو طعمه طعم الانرجي او الريد بول، وتسكيره متوسط ما فيهوش اختراع كتير، ريد بول ايس وسكر. الفليفر الثاني هو التشيري كولا، وده جربته في ديسبوزبلز كتير، فبرضه نجرب كده عامل ازاي. برضه كمعظم الديسبوزبلز فليفر ايس عالي، سويتنر عالي، وده طعم التشيري كولا. بس انا طبعا ملاحظ مع الاير فلو الواسع ده اعتقد الاداء هيبقى احسن بكتير لو على الجي 3 بود. شريف هات لي كده الجي 3 بود اللي معاك. طبعا السحبه هنا سلسه اكتر وعجبتني اكتر علشان الاير فلو اضيق بكتير في الجي 3 مقارنه بالجي 3 لايت. هجرب على نفس البود ده بقى الفليفر الاخير وهو الجريب ايس. طعم العنب هنا قوي جدا. هجربه على الجي 3 لايت. الخط هنا بتحسها اقوى، بس في الحقيقه هي بسبب ان كميه الهواء اللي داخل اكتر فبتاخد فليفر اكتر ونيكوتين اكتر. بس كده يا سيدي، واتمنى ان انت بقى تبقى متابعنا على كل المنصات، على تيك توك وانستجرام وفيسبوك، وطبعا لو انت على يوتيوب ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب للقناه. واشوفكم على خير.